غزة تواجه خطر الوباء، وتحقيق إسرائيلي داخلي يكشف مفاجآت عن هجوم السابع من أكتوبر. بعدما عانت وما زالت تعاني من ويلات حرب انتقامية مدمرة وقصف جعل من الأطفال هدفاً له، ومن تدمير المستشفيات والمدارس انتصاراً عسكرياً يحتفى به، تجد غزة الآن نفسها في مواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض بين سكانها النازحين والمتكدسين في الخيام وساحات ومراكز الإيواء، ليزداد الوضع الإنساني صعوبة وتتحول الكارثة الصحية والتي حذر منها الجميع إلى واقع يجد سكان القطاع أنفسهم مجبرين على مواجهته. ورغم أن مأساة غزة مستمرة وفي تصاعد، إلا أن هناك العديد من الجهود التي تسعى إلى تخفيف المعاناة قدر الإمكان، فقد استقبل القطاع 200,000 لتر من الوقود عبر معبر رفح، بالإضافة إلى وصول عدد من الأطفال حديثي الولادة إلى مصر، وذلك بعد نقلهم من مجمع الشفاء لتلقي العلاج والرعاية اللازمة. أما في الداخل الإسرائيلي، فقد كشفت تحقيقات عن مفاجأة بشأن أحداث هجوم السابع من أكتوبر، حيث نقلت صحيفة هارتس عن الشرطة أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت احتفالاً بغلاف غزة أسفر عن مقتل مئات المستوطنين، وهو ما اعتبرته الحكومة الفلسطينية دليلاً على كذب الرواية الإسرائيلية التي تم توظيفها لتبرير الهجوم على غزة. وعلى المستوى الإقليمي، فقد أعلن الحوثيون في اليمن سيطرتهم على سفينة إسرائيلية، مع تأكيدهم على اعتبار السفن الإسرائيلية بمثابة هدف مشروع لهم. إعلام إسرائيل قال إن السفينة مملوكة لأحد رجال الأعمال الإسرائيليين، بينما نقلت أسوشيتد بريس عن مسؤولين أمريكيين أن الحوثيين استولوا عليها عبر عملية إنزال استخدموا فيها طائرة هليكوبتر. هذه التطورات المتسارعة تأتي بالتزامن مع تصعيد جديد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وإعلان جيش الاحتلال زيادة عملياته البرية في غزة، لتصبح المنطقة بأكملها مهددة باتساع كبير في دائرة الصراع.